شكرا ليندا. في مجموعه كبيره جدا مشاهدينا من المبادرات الحكوميه اللي بتساعد الشباب في ان يكون ليهم دور ودور مؤثر كمان في تحقيق اهداف التنميه المستدامه. ابرز هذه المبادرات هي مبادره كون سفيرا، كان ليها الحقيقه مردود كبير جدا على الشباب خاصه في ظل تطبيق منظومه التحول الرقمي. معانا في الاستوديو الدكتوره هند خيري وهي متدربه من مبادره كون سفيرا للتنميه المستدامه. هند صباح الخير. صباح الخير يا اهلا بيك. صباح الخير عليك يا هند، نورانا. عايزين نتكلم في البدايه، منذ ان كانت هذه المبادره عباره عن فكره في 2017 ومرت بمراحل عديده جدا لحد ما بقى عندنا بالفعل 700 خريج ولسه في ناس بتدرس. تمام، فكلمينا عن مراحل هذه المبادره. خلينا الاول قبل ما اتكلم اشكر طبعا القياده السياسيه على ان هي تختار افضل انواع الاستثمار على مستوى العالم، هو الاستثمار في الشباب نتيجه طبعا ايمانهم باهميه وجودهم في المجتمع ومساهمتهم في التغيير الفعال. بشان المبادره، والحمد لله انا فولورز من ضمن الفولورز المعهد القومي للحكومه والتنميه المستدامه وزاره التخطيط، البيج بتاعتهم على السوشيال ميديا، فجيت في مثلا نهايه نقدر نقول مايو مثلا او ابريل 2022 لقيتهم منزلين اعلان على فتح باب التقدم للالتحاق بالدفعه الثانيه من مبادره كون سفيرا. انا كان عندي شغف جدا ان انا عايزه ادخل اكتر في مجال التنميه المستدامه، فاشتركت معاهم وبعدين بعتوا ان تم الايميل بالقبول، وبعدين دخلنا فيه ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه بتتكلم على مستوى تمهيدي، في بعض كده الفيديوهات نقدر نقول شويه مش هقول ديتيلز قوي بس كده كانها جنرال انفورميشن او جنرال نوليدج، وبعدين بيبقى في اكزام كده ذا ايفالويشن، ثم بقى المستوى التخصصي ده بيبقى شويه اكثر تفصيلا، بيبقى في مجموعه من الفيديوهات حوالي 20 فيديو او 22 فيديو، اكاديميين وخبراء ومستشاري وزراء تنميه مستدامه للوزراء حاليين، فحقيقه النخبه من الاكاديميين اتعلمنا منهم كويس جدا جدا جدا. بعديها بيبقى في التقييم عن طريق فيديو شخصي، يعني كل متدرب بيقدم فيديو شخصي بيتجاوز 7 دقائق يقول لك طب انت ليه دخلت المبادره. ده في التقديم، ده احنا لسه بنقدم. لا ده احنا خلاص احنا قدمنا واتقبلنا. اصل كان في فيديو برضه في التقديم، ما الفيديو اللي في التقديم ده كان حاجه صغيره كده حوالي 3 دقائق 4 دقائق. التخصصي بقى انت هتعمل ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك 17 هدف، اكيد مش كلنا يعني لينا يعني بيشن اول ال 17 هدف، ممكن يكون حد يعني انا واحده زي حالتي مثلا عايزه البيشن مثلا عندي في الهدف ال 16 الهدف بتاع الخاص بالسلامه والامن وبناء المؤسسات القويه والحوكمه المؤسسات. بحب ده عشان تخصصي وبحب مجال الاداره شويه، فبالتالي ده كان الهدف الاساسي من التحقيق المبادره. اولا يبقى برضو اكيد يبقى في ترينر للتنميه المستدامه وبالتركيز على الامر الخاص بالحوكمه المؤسسات وكيفيه بناء مؤسسات فعاله في الدوله. ده حاجه. بعد كده بيبقى في برضو ايفالويشن تاني لو في قبول او لا من خلال الفيديو، ممكن نقول مده مثلا حوالي 20 يوم يروح باعت لك ايميل خالص اللي انت اتقبلت للمرحله النهائيه دي، بقى اسمها المستوى الاحترافي. المستوى الاحترافي ده او الخاص بالتريننج اوف ترينر او تي او تي، ده بيعلمك ازاي تبقى مدرب. هو طبعا خليني اقول لك على حاجه، غالبيه المتدربين اللي كانوا موجودين هو كان في فجوه شويه بيني وبينهم عمريه، يعني انا اللي كان جنبي عندي 22 سنه من 35، فانا كنت بحس يا نهار ابيض في جاب كبير قوي. بس الصدمه جت في ايه يا محمد؟ ان انا لقيت هم لسه متخرجين، يعني لسه فريش جرادويت، وما شاء الله عليهم عندهم ايمان بحلمهم، عندهم شغف ان انا عايز اقدم مبادره تساهم المجتمع، عايز يطور القريه اللي جايه. بداوا بدري كمان اعتقد، ان نفس المبادره دي نفس المبادره دي لو كانت موجوده وقت ما انت كنت لسه بتتخرجي اعتقد انت كنت هتبقي برضه في سنهم. يعني هي انا اللي خلاني بس في اللي هو استغربت، لان احنا طبعا لما نرجع شويه لما اتخرجت ما كانش عندنا جرأة قوي في الافكار زي ما دلوقتي في الوقت الحالي، في موضوع الابتكار في مساحه كبيره جدا من حريه الراي والتعبير. فخليني اقول لك انا فعلا التجربه هي طبعا 5 ايام، المستوى الاحترافي 5 ايام. زي ما قلت في البدايه بيعرفك ازاي تبقى مدرب، هو انا اوريدي الحمد لله عشان مدرب اصلا في مجال الاداره فاستفدت بيه الخبرات اللي كانت موجوده، ازاي تتكلم اصلا في هدف من اهداف التنميه المستدامه بشكل اكثر تفصيلا. هو في النهايه بيعلمك تبقى مدرب فعال وتفر حتى في المجالات المختلفه، بس هو بيركز اكتر على التنميه المستدامه. وبعد بقى المستوى الاحترافي، في احنا دلوقتي لسه ستيل الدفعه الثانيه اعتقد المجموعه السادسه في الوقت الحالي، لسه كمان في 4 مجموعات ويبقى كده خلاص الدفعه الثانيه كلها خلصت، هي اكبر من الدفعه الاولانيه. وننتظر بقى التقييم اللي هو النهائي اللي فيه بقى طلب برضو مستويات فيه، اللي هو لو انت حضرتي بس او زي توب اتشيفر
او مدرب معتمد لمده مثلا سنتين في مجال التنميه المستدامه. طب احنا بنتكلم عن كن سفيرا، المبادره باينه من اسمها ان خلق يمكن سفراء للاهداف ال16 اللي موجودين، 17 في المبادره من الاهداف دي التنميه المستدامه. يعني حابين نعرف دور الشباب في تحقيق التنميه المستدامه ايه هي، وعارفين ان طبعا الشباب هم جزء لا يتجزا من الجمهوريه الجديده وفي اهتمام كبير قوي مولي ليهم من القياده السياسيه. تمام، سؤال كويس جدا. خليني اقول لك برضه، حضرتك قلتي دلوقتي ان الشباب فعلا جزء فعال في المجتمع لا يمكن اغفاله ومحدش صعب تهميشه. غالبيه المبادرات اللي بتتقدم الحكومه حتى لو مبادرات شبابيه ذاتيه بحته، يعني لو بنتكلم مثلا عن المبادره الرئاسيه خاصه ببرنامج الشباب الرئاسي تأهيل الشباب للقياده، في المبادرات الخاصه بشباب من اجل التنميه، كل المبادرات اللي هي تم طرحها مؤخرا في غالبيتهم من الشباب ذاتهم. يعني الدفعه الاولى متخرج منها زملاء ما شاء الله عليهم مقدمين مبادرات زي مبادره ناس شبابنا مستدام، في مبادره تانية مهندسون من اجل مصر المستدامه، كلها ظهرت للنور مؤخرا. فالشباب فعلا قدر ينزل بتحقيق اهداف التنميه المستدامه عن طريق حاجه مهمه جدا، بيشارك في الاعمال التطوعيه لتلك المبادرات، بيساهم في نشر وتعزيز ثقافة المجتمع في أهداف التنمية المستدامة، سامعين طبعا مبادرة حياة كريمة اللي هي في كل القرى وكل المحافظات على مستوى الجمهورية، منها مبادرة صناع الكير، الشباب طبعا هو العامل الأساسي فيها، الكوافل الطبية بيسعى وراء تحسين صحة المواطن أو حتى في القرى أكثر فقرا واحتياجا. فهو بالتالي لما تيجي تشوف الأهداف ال17 هتلاقي أن هو فعلا مرر عليهم، هتلاقيه بيشارك إزاي في القضاء على الفقر، القضاء على الجوع. حتى كمان في مبادرة من مبادرات الحكومة قدمتها وزارة التخطيط زي مثلا مبادرة هي لمستقبل رقمي، هي الهدف الأساسي فيها بيركز على ثلاث أهداف من التنمية المستدامة، الهدف السادس اللي هو الخاص بالقضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وبرضه بيحقق شراكات لأن هي وزارة التخطيط مع المعهد القومي والبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة سيسكو العالمية، فهو بالتالي هنا بيخلي الشباب عنصر فعال في تحقيق هدف التنمية المستدامة إن جنرال يعني. طيب عظيم، إحنا خلاص تم اعتمادنا كسفراء للتنمية المستدامة، ايه الخطوات الفعاله على الارض للتوعيه؟ يعني احنا خلاص احنا عرفنا هنشتغل كمدربين في اماكن، لكن احنا محتاجين نوعي الناس، هل هيكون لينا دور توعوي في توعيه المواطنين باهداف التنميه المستدامه؟ بالفعل، لان هو طبعا بعد ان شاء الله باذن الله لما يبقى في التخرج بشكل عفوا شكل نهائي بيفتحوا مجالات تطوعيه للمساهمه في المبادرات السابق ذكرها منذ قليل. يعني دلوقتي لو في مبادره خاصه بشبابنا المستدام مثلا، اوف كورس ان انا اي ويل ان انا جوين للمبادره دي بحيث ان انا اساهم في الحملات التوعويه اللي هي تنزل المحافظات، بيبقى في زيارات ميدانيه لنشر الوعي سواء بقى في هدف من الاهداف او الاهداف الباقي عموما. بس انا بالنسبه لي عشان انا حابه الهدف ال16 ده يبقى الكور كونسبت اللي عندي، ده شويه حاسه ان هو يهم الموظفين شويه، ازاي ابني مؤسسات قويه، بتكلم هنا على تنميه بشريه مستدامه. فبالتالي انا بحاول ان شاء الله باذن الله اعمل بروجكت او حاجه تتقدم بعد ما اتخرج للهدف 16 ان شاء الله باذن الله. طيب هند، انت يمكن شايفه التطور الملحوظ في القطاع التكنولوجي والمعلوماتي في مصر والدوله المصريه، يعني شايفه ازاي التطور ده او التحول الرقمي وازاي يعني بيأثر في تنميه الشباب ايجابيا؟ خلينا بس من البدايه عشان في خلط ولبس في كونسبت الديجيتاليزيشن او الرقمنه والتحول الرقمي او ديجيتال ترانسفورميشن. الديجيتاليزيشن انت دلوقتي حضرتك عندك خدمه ورقيه، لا، الخدمه الورقيه دي او النشاط اللي هو احنا بنعمله ورقي ده هيتم استعمال في الكمبيوتر. يعني مثلا زي سيرفي مثلا استطلاع راي، كان الاول ممكن الطلاب بتوع الماجستير يروحوا جايين يوزعوا سيرفي كده على زملائهم عشان يملوه ورقي، لا دلوقتي بقت الخدمه اونلاين، جاست ان هم يبعتوا لنا اللينك جوجل فورم املاه كده الخدمه تمت اونلاين ورقمنت الاستطلاع الراي نفسه. التحول الرقمي بقى اوسع اشمل، هو بياخد كل الداتا، يعني احنا نقدر نقول عليه قاعده بيانات كبيره جدا، هو يعني نقدر نقول برضو بيبقى عامل زي اعاده هندسه العمليات المكونه للخدمه. يعني حضرتك مثلا لما تخشي على البلاتفورم بتاع منصه مصر الرقميه ده في غالبيه الخدمات اللي المواطنين بيحتاجوها، مثلا الابلكيشن بتاع البنك الاهلي هو لمنك برضو بعض الخدمات الموجوده. فهو بيلم كل الداتا بس يخليكي تستعمليها في وقت قليل وبيوفر لك كمان مجهود وفلوس، وطبعا اكيد بيقضي على الفساد. الشباب بقى هنا بيعمل ايه؟ بما ان انا من جيل الثمانينات اللي هو مش محظوظ شويه، لان يعني معلش ما احنا لازم نعترف، انا عملت اكونت على الفيسبوك تقريبا بعد ما اتخرجت في 2007، فدلوقتي التسعينات والألفية ما شاء الله ده في اكونت من اول ما طلع الفيسبوك. لا كان في قبل كده بس يعني والله التسعينات مظلوم معاك يعني وعادي خالص يعني عادي خالص. لا صدقيني بجد والله هم ما شاء الله برضو طلعوا
لقوا السمارت فونز، لقوا كل الابلكيشنز اونلاين، الحاجات كلها اونلاين موجوده. فهو طلع لقى الخدمه موجوده، طلع لقى الامور يعني بشكل منمى بشكل بحت، مش محتاج ان هو لسه هيتعلم، لا هو اوريدي في تعليم ذاتي، احنا لسه الحاجات دي اتعلمناها متاخر. هو دوره ايه بقى دلوقتي حضرتك لما تقولي خلينا نبدا من الصغيرين من المدارس مثلا التعليميه؟ في دلوقتي تابلت، في البرامج التعليميه او الشانلز عن طريق منصه المنصه التعليميه في موقع وزاره التربيه والتعليم، فالحاجات دي الاطفال بيتعلموا عليها. طب احنا دلوقتي خلصنا ده وخلصنا ده، نيجي للثانويه العامه نفس الكلام، طب نيجي الجامعه برضو شغالين على كده. فتلاقي في وسط الحاجات دي كلها تروح وزاره الاتصالات مطلعه مبادره لتنميه شباب مصر الرقميه. ليه بقى؟ عشان عارفه خلاص اللي جاي التحول الرقمي، احنا خلينا نعترف اللي جاي هو عصر التحول الرقمي، فلازم ينمي الشباب بشكل يسد اي فجوه عنده في مهارات الرقميه. فبالتالي هو بدا يقول طب خلاص احنا عايزين ننمي الشباب عشان هو خلاص التحول الرقمي دلوقتي بقى هو اللي موجود عندنا. طيب دي حاجه. طب الدوله بقى تعمل ايه؟ لو انا هتكلم بقى كدوله، مؤخرا مجلس الوزراء عمل موافقه للتصغير او يعني تحجيم تخفيض الحد الادنى لتاسيس شركه اللي هي الشخص الواحد، بدل ما كان 50,000 لا خليها 1,000 واحد. ليه؟ عشان بيدعم شباب المستثمرين. بس عمل من ضمن المعايير المشروعات المقترحه من قبل الشباب الخاصه بالاستثمار يكون من ضمنها معيار نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثه لمصر. فبالتالي هو بقى حتى اللي هو مش هيقول اي هاف تو دو ات، لا هو خلاص بقت حاجه قدامه معيار، بقت حاجه ستاندرد ان هو حتى لما يجي المشروع لازم هيخش كمان في موضوع تطور التكنولوجيا. في نفس الوقت انا بقدم له تسهيلات. بس في حاجه برضو مهمه جدا في موضوع التحول الرقمي وتنميه الشباب. بص يا محمد، دلوقتي زي ما قلت في البدايه خالص دي قاعده بيانات كبيره جدا، قاعده بيانات كبيره بتحط فيها الشباب. عارف طبعا ان في حاجه اسمها وحدات اداره الموارد البشريه في الجهاز الاداري للدوله، المفترض من ضمن المهام الاساسيه لاداره الموارد البشريه المتابعه والتقييم. طب انا بتابع والتقييم من خلال ايه؟ من خلال الداتابيز. يبقى الشباب اللي معايا انا بعرف اقيمه، بعرف مين حقق التارجت، مين لسه، طب مين اللي محتاج مثلا اكثف له ادخله كورسات تخصصيه اكتر عشان هو الحته دي عايزه تتعالج عنده. وفي حاجات زياده كمان من ضمن الحاجات الاساسيه في قواعد البيانات اللي هي من خلال التحول الرقمي، وزاره التخطيط مثلا ممكن تختار بعض الشباب لطوال المناصب القياديه من خلال الداتابيز دي، بيشوفوا خريج المبادرات وخريج الجامعات زي الجامعه الفرنسيه في مصر وهكذا. طيب ده عظيم جدا. حاجه من ضمن الحاجات المهمه اللي الناس عايزه تعرفها، طبيعه المناهج اللي بتدرسوها عباره عن ايه؟ فين؟ في التنمية المستدامة؟ في مبادرة كونسا فيه كل أهداف التنمية المستدامة إن ديتيلز، بدءا من الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر والجوع، وتمشي تتكلم على الاقتصاد الأخضر. طب إزاي تستعمل الطاقة الشمسية إن أنت تستعملها بديل لإحلال مكان الطاقة؟ يعني هو في الآخر بيركز على تحقيق التعريف الأساسي اللي هو الكفاية للكل للأبد. يبقى أنا كده بحافظ على الموارد الحالية عشان ما أحرمش الأجيال الجاية منها. طب ده إزاي؟ ندور على بدائل من دلوقتي. طب أنا عايز أقلل استعمال الطاقة الكهربائية دلوقتي عشان هي خلاص ممكن يبقى في حاجة. طب خلاص نفكر نحط الطاقة الشمسية اللي إحنا عندنا طبعا طاقة شمسية فري، فنفكر إزاي نستعير يعني نستبدل الطاقة الكهربائية الحالية مثلا بالطاقة الشمسية ونستعمل الكهرباء منها. نيجي نتكلم مثلا على موارد المياه، بقى في حته الترشيد، نتكلم اكتر على التوعيه الترشيد، مش لازم انا بعد ما امشي لازم اتاكد الحنفيه مقفوله. هند، انت عارفه ان انت اديتينا فعلا كده كورس سريع جدا، نظري سريعا، انت بتشرحي حلوه قوي ومبسوطين ان انت شرحت لنا يعني مبادره كون سفيرا، حاسين كاننا كنا فعلا معاكم في المبادره ودرسناها معاكم. كل الشكر ليكي على وجودك معانا، نورتينا النهارده. دكتوره هند خيري متدربه من مبادره كون سفيرا للتنميه المستدامه، شكرا ليكي. شكرا ليكي.